فقرة ضيف مشاهدينا نخصصها للحديث عن الجولة التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية هورست كولر في المنطقة. وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قد أكد أن الزيارة تهدف إلى تعميق فهم كولر للواقع الميداني وبحث سبل المضي قدما في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2414، والذي يؤكد على ضرورة إحراز تقدم في البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء المغربية، ويطالب من دول الجوار تقديم مساهمة هامة في العملية السياسية والانخراط بشكل أكبر في المفاوضات. معنا في الاستوديو دكتور محمد عمراني بوخبزة، المحلل السياسي. مرحبا بكم. مرحبا. لو تحدثنا بداية عن السياق الذي تأتي فيه هذه الجولة، جولة مبعوث الأمم المتحدة هورست كولر والتي تقوده لعدد من البلدان. إذا السياق وربما ومرتبط بأولا بعدما أن قام كولر فيما مضى بزيارة للمنطقة والتقى بالأطراف وعرف وجهات النظر، معنى أن الاطلاع أولي على الملف، ثم السياق الثاني والمرتبط بالقرار 1424 الذي ربما حدد الإطار الذي يجب أن يشتغل فيه أو داخله كولر، وهو الجانب المتعلق بالبحث عن حل سياسي متوافق عليه، ثم الحرص على ألا يقع أي تغيير في المنطقة، خاصة في المنطقة العازلة. ثم السياق الآخر وهو أن كولر الآن مطالب بإعداد تقرير في أفق أكتوبر المقبل. إذن في هذه الظروف الآن يجري كولر جولته في المنطقة. كذلك أن كولر الآن هو ربما من خلال ترتيب الزيارة يتضح أنه بدأ بالجزائر. نعم. والجزائر هنا هي الطرف المعني بشكل أساسي بملف الصحراء، ولاحظنا كيف أن نبدأ إذا كانت الجهة المعنية هي البوليزاريو، لماذا سيبدأ كولر بالجزائر وليس بالبوليزاريو؟ طالما أن الجزائر هي الجهة الأساسية المعنية بتقديم المساعدات التي طالب بها قرار مجلس الأمن 1424 لحل النزاع، لأن عندما جاءت صيغة واضحة وبشكل واضح في القرار 1424 تطالب الدول المعنية بالملف لتقديم المساعدة، الآن الجزائر هي مطالبة أمام كولر بتقديم هذه المساعدة. كيف يمكن الضغط على الجزائر التي تتهرب دائما من مسؤولياتها في هذا مباشرة طبعا في هذا الملف؟ والضغط هو يأتي من الطرف المغربي أولا. المغرب حدد موقفه بشكل أساسي من مسألة المفاوضات، فالمفاوضات يجب أن تتم أو تكون بشكل مباشر مع الجزائر، لأن الجزائر هي التي تحتضن، هي التي تمول، هي التي تدعم، فبالتالي أن لا معنى للمفاوضات مع جهة لا تملك القرار أي البوليزاريو. إذن فالمغرب يطالب بشكل واضح ومباشر المفاوضات مع الجزائر وليس مع طرف آخر لا يملك لك سلطة القرار. لذلك المغرب أوقف المفاوضات منذ 2012 لأنه اعتبر أنه لا طائل من استمرار المفاوضات غير رسمية طالما أنها لن تفضي إلى أي حل، والحل هو بين يدي الجزائر. لذلك فأولى مسائل الضغوط هي مرتبطة بالموقف المغربي. الضغط الثاني هو مرتبط بالقانون الدولي. القانون الدولي الآن واضح في مسألة اللاجئين، لأن نتحدث عن مخيمات للاجئين حسب ما يتم التصريح به، في حين المغرب يتحدث عن المحتجزين، وهذا الأمر ربما أنه الآن يجب أن نوضح موقع ومكانة هؤلاء ساكنات مخيمات تندوف. ففي هذا الأمر ربما أنه لا يمكن الاستمرار بهذه الحالة، لأن هناك الجانب الإنساني أصبح مأساويا بحكم التقارير الصادرة عن مجموعة من الهيئات التي تقر بأن الجانب الإنساني في أو الوضع الإنساني في مخيمة تندوف لا يمكن أن تستمر، وتتحمل الجزائر المسؤولية لأنها فوق تراب الجزائري. والآن حتى في هذه النقطة، لأن عندما يقع الضغط على الجزائر يجب أن تنصاع القانون الدولي، فالمجتمع الدولي الآن يطالب الجزائر بضرورة إحصاء
ساكنة المخيمات. الاعتبارات متعددة، الاعتبار ربما البسيط نريد أن نقدم مساعدات لمحتجزي تندوف. هذه المساعدات على أي أساس؟ لا نعرف العدد ولا نعرف حتى النوعية، لأن عندما نقدم المساعدات نقدمها للنساء، نقدمها للأطفال، نقدمها للشباب، نقدمها للكهول. إذن فحتى الاعتبارات الدنيا اللازمة لتقديم المساعدات غير متوفرة عند الهيئات الدولية. هي فعلا أن الجزائر تاجرت لمدة طويلة بالمساعدات وهذا الكل يقر به، ولكن هذه المسألة لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. إذن يعني ما هي أوراق الضغط التي سيستعملها كولر للضغط على الجزائر من أجل على الأقل كما تقول يعني إحصاء ساكنة أو محتجزي تندوف؟ هناك يعني هذه كانت مطالبة مغربية ودولية منذ مدة. هي المطالبة المغربية هي ليست قائمة على فراغ، هي بل هي قائمة على ما ينص عليه القانون الدولي. القانون الدولي واضح في هذا الأمر. عندما نتحدث عن لاجئين، اللاجئ يجب أن نقرر في مصيره، إما أنه يختار، إما أن يبقى في المخيمات، إما أنه يعود إلى المغرب أو يختار دولة أخرى. فهذا الأمر واضح بالنسبة للقانون الدولي، وخاصة وأن الجزائر تؤكد أكثر من مرة أن الأمر يتعلق باللاجئين. وربما أن هذا الأمر كذلك قد يخلق مشكل داخل الجزائر، طالما أن القانون الجزائري المرسوم المتعلق بالجنسية أنه يعطي الحق لكل شخص أقام فوق التراب الجزائري مدة 10 سنوات له الحق في الحصول على الجنسية. إذن فربما سنلاحظ أن الأمور كذلك تتغير على مستوى الداخل ديال المخيمات. حتى نفهم أكثر يعني تحركات المبعوث كولر بنائك، ما هي الأسس التي سيرتكز عليها يعني مشروع هورست كولر لإطلاق دينامية جديدة في هذا الملف؟ ربما أن بعض الأمور التوجيهية هي موجودة في القرار 14-20، هذا الجانب الأول. ثانيا أن ما منحه المغرب من فرصة وهو مشروع الحكم الذاتي. مشروع الحكم الذاتي كمقترح سياسي، وهذا ما هو ما دأبت القرارات الأممية على تأكيده، أي ضرورة البحث عن حل سياسي متوافق عليه. إذن فكولر له هذه الإمكانية، إمكانية الانطلاق من مضامين المقرر الأممي، ثم الاعتماد على هذا المشروع الذي تقدم به المغرب منذ 2007. كذلك نلاحظ حتى الأجواء داخل ما يسمى بأصدقاء الصحراء، أصبحت لديهم قناعة الآن. وعندما نتحدث أصدقاء الصحراء الأمر يتعلق بالدول الخمسة الدائمة العضوية بالإضافة إلى إسبانيا باعتبارها أنها الدولة التي كانت تستعمر المنطقة. إذن فهؤلاء أصبحت لهم قناعة بأن الحكم الذاتي هو أرضية سياسية قابلة للتفاوض عليه، وخاصة أن المغرب لم يقبل بإعادة أو إعطاء دفعة جديدة إلا في إطار الثوابت التي حددها، ومنها ما ورد في الخطاب الملكي، من بينها السيادة الوطنية ولا تفاوض فوق سقف الحكم الذاتي. إذن في هذا الإطار ربما أن كولر سيتحرك، بالإضافة إلى الضغوطات التي ترد من الخارج هذه الأطراف، خاصة من الجمعيات الحقوقية التي تطالب بضرورة إحصاء الساكنة وضرورة حماية الساكنة، لأن الآن الانفلات الذي وقع داخل المنطقة هو أصبح واضحا. قبل حين كان هناك مقتل لشاب صحراوي من قبل قيادة البوليزاريو، بعدها البارحة كان هناك مقتل شاب صحراوي من قبل الجيش الجزائري. هذا الأمر ربما أنه قد يخلق الكثير من الارتجاج داخل المخيمات. ثم الأمر الآخر هو ربما أنه سيضغط بشكل كبير، هو أن كولر يجب أن يرفع من وتيرة العمل. لماذا؟ لأن المنطقة لم تعد منطقة آمنة، لأن هناك امتدادات لجماعات مسلحة وأصبح هناك علاقة مع جبهة البوليزاريو. هذا الأمر ربما أنه يجعل الدول الصاهرة على الأمن في هذه المنطقة ستدفع كولر إلى أن يشتغل أكثر. مسألة أخرى، يعني مجلس الأمن جدد مهمة بعثة المينورسو لستة أشهر إضافية عوض عام واحد، الآن ما تأثير هذه النقطة في تعاطي مجلس الأمن مع ملف الصحراء المغربية؟ هو بالنسبة للجانب الأول هو أننا سنكون
في انتظار تقرير سيصدر، سيقوم المبعوث الشخصي للأمين العام بصياغته. إذن في حدود أكتوبر المقبل عوض أبريل كما كان جاري به العمل. وهذا الأمر ربما هو فيه جوانب إيجابية كثيرة، لأن في الكثير من المرات يكون هناك تراخي طالما أن المدة هي مدة سنة، ولكن طالما أن الأمر الآن محصور في 6 أشهر سيكون هناك ضرورة تقييم الأداء ديال المؤسسات المشتغلة على هذا الملف سواء المدنية منها أو العسكرية أن تقوم بتقييم أدائها. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني وهو أن مجلس الأمن أنه مطالب الآن بشكل كبير وكبير جدا أن ينزل بتقليه لبحث حل هذا الملف، على اعتبار أن الأمر الآن بدأت الأمور تتضح. المسؤولية الآن مباشرة للجزائر أصبحت واضحة، وخاصة على مستوى القانون الدولي كما أشرنا سلفا. ثم الأمر الآخر أن المغرب يشتغل، وهذه الدينامية التي عرفتها الدبلوماسية المغربية أنها أصبحت تؤتي وكلها، والدليل على ذلك وهو أن ما النقاش الذي يدور داخل مجموعة أصدقاء الصحراء أنهم الآن يشتغلون بجدية لموعد تقديم التقرير الأممي، وهذا ربما أنه سنعتبره ربما أنه انطلاقة جديدة. نعم. لمعالجة هذا الملف. أستاذ محمد عمراني بخبزة المحلل السياسي، كنت ضيفنا اليوم، أشكرك جزيل الشكر.